حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم